شمال سينا بيلعبوا مع القليوبية. قبل الفاصل شمال سينا معاهم 10 درجات والقليوبية 17 درجة، ودي مرحلة المعلومات العامة اللي دايما بتحسم الماتشات كلها. كل فريق من الفرقتين قرر ان هو يبدل لاعب من التشكيل الأساسي. مدرسة 6 أكتوبر، عبد الله خرج، جبتوا نور. ليه عملتوا الاختيار ده يا إبراهيم؟ عشان مجموع معلوماتها العامة كويس، واحنا اكيد هنحتاجها في الدور ده. اكيد هنحتاجها في الدور ده. طب نسأل رهف. رباب خرجت من عندكم ودخلت بدلها ريتاج. اخترتي ريتاج ليه يا رهف؟ شاطرة ريتاج؟ احنا اخترناها عشان المعلومات العامة برضه. احنا هنكون محتاجينها اكتر. ريتاج قد المسؤولية دي؟ جاهزة؟ إن شاء الله. كل الفريق معتمد عليك. هنبدأ دلوقتي أول سؤال في المعلومات العامة مع مدرسة 6 أكتوبر، وبيقول: يعتبر القطار الكهربائي الخفيف وسيلة نقل بين محافظتين، 3 محافظات، 4 محافظات أو 5 محافظات. الوقت بدأ. فريق مدرسة 6 أكتوبر بيفكروا، بس الوقت قرب. الإجابة رقم ب، 3 محافظات. إبراهيم، 3 محافظات؟ حسب معلوماتك. ليه مش 4؟ لا، احنا يعني شبه متأكدين من الإجابة. شبه متأكدين، ما هو شبه دي تفرق كتير، تفرق في 10 درجات. شبه يعني شبه دي نقولها لما يكونوا درجة 2، مش 10 درجات. أول سؤال في المعلومات العامة. معاذ، إيه رأيك في الإجابة دي؟ متأكد قوي منها، بس يعني هو أحمد وائل ونور هم كانوا متأكدين منها وقرأوها في متصفحات بس كتير. بس أنت يعني مش متأكد. لا، أنا مش متأكد. وأنا اتعودت منك ساعات رأيك بيبقى صح. بس انا كان من رايي يعني في الاول محافظتين، بس انا ما اعرفش هما بيقولوا متاكدين 3. ما تقولش الاجابه ايه، او ما تقولش انت شاكك في ايه. لان لو الاجابه اللي انتوا قلتوها غلط هنروح لهم، والفرق 7 درجات ما بينكم ما بقاش كبير. لو هما جاوبوا صح هياخدوا 2 درجات والفرق يفضل يقل، ولو جابوا السؤال اللي بعده ياخدوا 10 درجات. خلاص الماتش اتقلب، النتيجة اختلفت تماما. عشان كده بقول لك 10 درجات دي كبيرة، مش 2 ولا 3 ولا 4. وانا اتعودت معاذ ساعات بيبقى عنده رأي وساعات رأيك بيبقى صح يا معاذ. حصل كده في الماتش اللي فات صح؟ لو كانوا خدوا برأيك في الماتش اللي فات ما كانتش ضاع منهم سؤال. المرة دي بتقول ايه يا معاذ؟ بقول الحمد لله لو ما سمعوش رأيي. مش عارف المرة دي الحمد لله ان هم ما سمعوش رأيي.